Hi, I am Khaled Albanna from Leader Healthcare, and we are celebrating today, along with the DCAS, the World Heart Day here in Dubai. So to make your heart safe, and you are safe, and the family safest place. Thank you. تدعوكم مؤسسة دبي خدمات الإسعاف ممثلة بإدارة التدريب والتعليم المستمر لحضور فعالية فكر لقلبك المقامة في سيتي ووك مزامنة مع يوم القلب العالمي بالمشاركة مع شركة ليدر هيلث كير وندعي الجميع لحضور هاي الفعاليات فكر لقلبك واحضر الفعاليات عندنا.